معظمهم بقدم واحدة وبعضهم لا يمتلك إلا يدا واحدة. هؤلاء هم بعض من لاعبي كرة القدم في قطاع غزة ممن خسروا أطرافهم خلال السنوات الماضية عندما تظاهروا على حدود القطاع المحاصر وأصيبوا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي فأصبحوا مبتولي الأطراف. حبهم لرياضتهم المفضلة لم يتوقف، فها هم على وشك خوض نهائي هذه البطولة الخاصة بعد توقف دام قرابة العام بسبب تفشي فيروس كورونا. أنا بكون مبسوط لما بكون في عندي منافس وفي عندي مباريات وفي عندي تدريبات في الأسبوع، مثلا 3 تدريبات داخل النادي الجزيرة، يعني بكون شعوري حلو بقعد أستنى فيه مستنى، لأنه أنا كنت لاعب كرة قدم قبل الإصابة. 4 فرق شاركت في المسابقة التي نظمها الصليب الأحمر الفلسطيني عام 2019 لفئات مختلفة من مبتولي الأطراف بمساعدة عكاكيزهم وبسرعة ربما أقل مما اعتادوا عليه. يتبادلون الكرة، يسددون، يتصدون، ثم يسجلون ويحتفلون بإمكانيات متواضعة. وجد هؤلاء ما يعيد إليهم جزءا من سعادتهم وفرحتهم التي سرقت منهم خلال ممارسة حقهم في التظاهر السلبي أو خلال الحروب التي شهدتها غزة في السنوات الأخيرة. عشان نوصل رسالة للعدو الصهيوني الجبان انه هو سبب في اصاباتنا، انه احنا بنستسلمش للعجز، وان احنا يعني في كل الميادين باذن الله عز وجل راح نرفع علم بلادنا في كل المجالات في كل الميادين باذن الله عز وجل. قوة إرادة هؤلاء هزمت ما يعتقده آخرون بأنه لا يقهر.